معانا على تليفون اعلامي رياضي متخصص الحقيقه في الكوره او في الكوره الافريقيه، طارق رضوان. نهارك ابيض يا استاذ طارق. استاذ طارق معانا لحد ما نرجع الخط. شفت التوتات؟ في توتات صعبه قوي يا نيرفانا، انت اتكلمتي عنها بشكل صعب. رجع لنا كابتن طارق رضوان، طبعا واحد من الاساتذه في الاعلام الرياضي بصفه عامه، وكمان متخصص في الكره الافريقيه، الاعلامي الكبير الاستاذ طارق رضوان. يا استاذ طارق نهارك ابيض ومنورنا ومشرفنا في نهارك ابيض. نهارك ابيض يا استاذ طارق. واهلا بحضرتك واهلا بكل متابعينك في مصر والعالم العربي. اهلا بحضرتك. ايه رايك في الحمله اللي طلعت سواء على محمد صلاح بعينه او الحملات على اللعيبه، ايه رايك فيها؟ والله شوفي حضرتك، احنا شئنا او لم نشا لازم نحيي منتخب مصر. صحيح. لازم نقول انه رغم كل ما تردد انه اللي حصل في الاشهر اللي فاتت، وانا هختلف مع ناس كتير في ده، يعتبر انجاز جيد. ارجعي حضرتك كده بالذاكره لثلاث شهور قبل كاس الامم، ما حدش كان متخيل ان احنا ممكن نوصل نهائي كاس امم. صحيح. او نكسب كوت ديفوار، او نكسب الكاميرون، او نكسب المغرب. المغرب احنا على مدار تاريخنا في اخر 40 سنه عدناها مرتين او كسبناها مرتين، كانت المره الثالثه. صحيح. عايز اقول لحضرتك انه ما حدش كان متصور برضو ان احنا ممكن نكمل للاخر. احنا لما بالظبط جهاز واللاعبين من ست شهور او سبع شهور ابتدينا التصفيات، كنا دخلنا للمركز الثاني في المجموعه بتاعتنا اللي كان فيها انجولا والجابون وليبيا. النهارده انت بتلعبي مع المنتخب الاول في افريقيا، بتكسبيه 1-0 هنا في مصر، وبيكسبك 1-0 هناك في السنغال، وبتلعبي معاه 30 دقيقه اضافي وضربات ترجيح. ترجيح ما هي بنسبه كبيره جدا فيها توفيق. محمد صلاح بقى شئنا او لم نشا برضه، او اذا كان حد يعني بيشكك في محمد صلاح، لا ده احنا بالارقام نقول ان ده اهم واعظم لاعب في تاريخ كره القدم في مصر، واكثر لاعب حقق ما لم يحققه اي لاعب اخر. ومحمد صلاح مش بس على المستوى الفردي وعلى المستوى تالقه كلاعب، لا ده محمد صلاح غير مفاهيم كتير عن الشخصية بتاعت الإنسان المصري والعربي في العالم كله، على مستوى إنجلترا وعلى مستوى أوروبا. صحيح. محمد صلاح وصلت قيمته التسويقية ل 100 مليون يورو، وده رقم كبير جدا ومن أعلى أربع أو خمس أرقام على مستوى العالم. صحيح. محمد صلاح يكفيه فخرا إنه مع منتخب مصر راح كأس العالم، راح دورة أولمبية، وصل لتصفيات أو للدور النهائي من تصفيات كأس العالم مرتين في زمن قياسي. ما حدش عمل ده. يعني حتى رغم ان احنا ما وفقناش امبارح، لكن لم يحققه اي لاعب اخر. نهائي كاس امم كمان في 2017، ونهائي كاس امم السنه دي في 2022. احنا مش عايزين نبوظ الصوره، ومش عايزين نهد كالعاده المعبد بالزبط. وناخد قرارات ونهاجم الدنيا كلها، واحنا لازم نشوف الاول احنا تصنيفنا كان ايه؟ القيمه التسويقيه للاعبين والقماشه الموجوده ايه؟ يعني رقم عندي حضرتك بيقول ان القيمه التسويقيه مثلا السنغال 335 مليون يورو. انا القيمه التسويقيه بتاعت اللاعبين عندي 152 مليون يورو. ده صحيح. لما اشيل منها ال 100 مليون يورو بتاعت محمد صلاح، يبقى القيمه التسويقيه لكل لاعب 52 مليون يورو. فدي حاجه. الحاجه الثانيه، وانا كان تصنيفي قبل كده حضرتك كان كام؟ انا تصنيفي كان 46 على مستوى القاره، وكنت في افريقيا السادس. النهارده حضرتك كان على مستوى العالم 46 والسادس. التصنيف دلوقتي على مستوى افريقيا ال 30 عفوا الثالث. فيعني مش عايزين ان احنا نبالغ في الهجوم على اللاعبين وعلى الجهاز، وان احنا نطلع غضبنا في قرارات ممكن نندم عليها بعد كده. ناخد الامر بهدوء ونعرف ايه الاخطاء عندنا. يعني انا شايف حضرتك انه اكبر خطا، وهو يعني ليه دور كبير جدا في عدم تأهلنا، ان احنا ما لعبناش ماتشات وديه دوليه السنه اللي فاتت ولا اللي قبليها. مفيش دوله في العالم ما استفادتش من الاجنده الدوليه. انا لو كنت استفدت من الاجنده الدوليه انا كان زماني النهارده في التصنيف الاول. طبعا احنا في تصنيف اول دلوقتي بالمناسبه، احنا الثالث. لكن وقت ما اتعملت القرعه للاسف الشديد انا كنت السادس. ليه؟ عشان ما لعبتش ماتشات وديه دوليه. صحيح. وبالتالي ترتيبي فضل متاخر. ولو كنت لعبت الماتشات دي وعملت فيها نتائج ايجابيه كنت رحت في حته ثانيه. صحيح. كنت قابلت غانا، كنت قابلت الكونغو، مش قابلت السنغال اللي هي مصنفه رقم واحد في افريقيا من اربع سنين.
صح. اللي هي فايزه بكاس الامم. بالظبط. احنا مش عايزين الناس تيجي على فريقنا وتيجي على منتخبنا اللي بشكرهم جدا وتيجي على المجهود الكبير اللي عملوه، مفيش حد خسر. كابتن طارق، كابتن طارق، كيف لإدارة الكرة المصرية أن تبني على ما تم الوصول إليه؟ نعمل إيه في الفترة اللي جاية؟ أدي الأولوية رقم واحد بالمنتخب دايما في الاستعدادات. إحنا السنة اللي فاتت ركزنا على الجانب المحلي وعلى ماتشات الدوري وحطينا ليها المجال وإن هي أفضل استعداد، وده كلام طبعا مش منطقي. صحيح. يعني كان من الواجب إتاحة الفرصة وإن أنا ألعب أكبر عدد من ماتشات الوديات الدولية، وده المفروض يتعمل. احافظ على القوام اللي طلع لي، المجموعه الاخيره اللي موجوده، انا اتواجد لي صف ثاني دلوقتي ده ما كانش موجود. صحيح. أنا طبعا بقى عندي النهارده اسامي كتير جديده، الظهير الايمن بقى عندي عمر جابر، رجعت استعدت قدراته تاني بعد ما كان باعت، ادي اثنين، محمد عبد المنعم، ثلاثه لعيبه كتير ظهروا في الصوره واتواجدوا وادوا بشكل جيد. دي حقيقه. وياسر ابراهيم برضه عمل مباراه جيده. صحيح. كل القوام ده كان بعيد. انا لازم استفيد من اللعيبه دي، انا لازم ان انا اعمل معاهم دايما، اديهم كل الامكانيات ولازم احرص عليهم دايما. ان شاء الله باذن الله بتوفيق لمنتخبنا. بشكرك جدا طبعا الاعلامي الكبير الاستاذ طارق رضوان، شكرا جزيلا على هذه المداخله العظيمه. شكرا. وانا اتفق مع استاذ طارق طبعا. قولا يعني وموضوعا، يعني قولا واحدا فعلا انا كلامه بالنسبة لي منطقي جدا. في حاجات حصلت في الأول ما كانتش هتودي بينا للي احنا فيه دلوقتي، بس إضافة جميلة جدا، إضافة كويسة جدا على اللي حصل في ماتش امبارح. بنشكره مرة تانية.